السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتحدث عن درس عالم الحيوان. درس عالم الحيوان بيتحدث عن غرائب وصفات بعض الحيوانات. أول حيوان نتحدث عنه حيوان الغرير وطائر الصداح. حيوان الغرير هو حيوان يشبه الدب، له 4 أرجل ويتميز بفرو كثيف عليه ويحب العسل. يتغذى حيوان الغرير على عسل الشمع عن طريق طائر الصداح. طائر الصداح يصدر شقشقة، صوت جميل، يمشي وراءه حيوان الغرير، لأن حيوان الغرير يتمتع بحاسة سمعية قوية جدا، ولكن يفتقد إلى حاسة نظر ضعيفة جدا جدا جدا، فلابد أن يصل إلى عسل النحل عن طريق شقشقة طائر الصداح. يصدر طائر الصداح شقشقة جميلة جدا، يمشي خلفه حيوان الغرير إلى أن يصل إلى المكان الذي يوجد فيه العسل، ويتناول الحيوان الغرير العسل، وعندما يتساقط منه ذلك الشمع يتغذى عليه طائر الصداح. وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، بأن طائر وحيوان كلاهما يتعاونون في البحث عن الطعام ووصول كل منهم إلى الطعام. الحيوان الآخر الذي نتحدث عنه هو الجمل. يتميز الجمل بالصبر والذكاء، ويسمى سفينة الصحراء لقدرته الكبيرة على تحمل الجوع أثناء سيره في الصحراء، قد تصل المدة إلى شهور كثيرة جدا بدون طعام أو شراب. ويرجع ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى ميز الجمل بأنه خلق له سنام. سنام الجمل عبارة عن خزان يختزن فيه الطعام والشراب، ويتكون من مواد دهنية أثناء الجوع والعطش. بعد فترة طويلة تتحول هذه المواد الدهنية إلى طعام يستطيع أن يتغذى منه في الفترات التي لا يحصل فيها على الطعام والشراب بشكل كامل. ونتعلم من الجمل صفة الصبر، لأنه خلقه الله سبحانه وتعالى يتحمل الجوع والعطش لفترة طويلة جدا جدا جدا، كما أشرنا إلى ذلك من قبل. الحيوان الآخر الذي سوف نتحدث عنه هي التماسيح. يعتقد بعض الناس أن التماسيح تأكل سوارها، وهذه معلومة خاطئة، وذلك يرجع أن التماسيح عندما تضع بيضها في 3 أشهر. تقوم بحفر حفرة في التراب وتضع البيض وتردم عليها التراب مرة أخرى، وتأتي بعد 3 أشهر وترفع التراب من على البيض وتأخذ سوارها بعد أن يفقس البيض في فمها. وذلك ليس لأنها تأكل سوارها، ولكن لتحميهم، لتصل بهم إلى بر الأمان، ويكون بر الأمان في الماء، لأن صغار التماسيح عندما تولد لابد أو تفقس من البيض لابد أن توضع في الماء وتسبح في الماء، وليس كما يعتقد البعض بأنها تأكل سوارها، وهذه معلومة خاطئة للغاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.